بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم دكتور سعد الحكيم، استشاري الحول والجفون في مستشفيات المغرب في دبي ومركز طبيبي بالزقازيق. النهارده كالمعتاد يمكن معانا برضو فقره انا شخصيا بحبها جدا وبشتاق لها، يعني ان احنا نتقابل مع حد من المرضى بتوعنا، مع احد الاطفال اللي انا بحبهم بموت فيهم جدا، ووالدها كمان مشرفنا النهارده. بنسمع لهم وبنشوف الحكايه وايه اللي حصل، وبنحاول نجاوب على الاسئله اللي دايما بتهم كل اب وام. يا ترى كانت العمليه سهله، يا ترى كان القرار سهل، بعد العمليه ايه اللي حصل، التغيير اللي حصل. انا شخصيا بحب اسمع جدا الحاجات دي، لان انا لما بسمعها بجد ده بيديني ثقه او بيديني حب اكتر، او بيحسسني ان ان في امل في بكره اكتر واكتر يعني، وبيديني حماس اكتر يعني. فانا بكون زيكم تقريبا يعني، يعني ببقى حابب ان انا اسمع واتفرج، فبتبقى حاجه جديده عليا حتى ليا انا شخصيا يعني. هنشوف كده معانا الاول في العياده عندي انا، هون دي جمانه ووالدها. ازيك يا جمانه؟ جيجي سامعاني؟ ازيك؟ كله سلام عاملة ايه؟ كويسة؟ الحمد لله تمام؟ الحمد لله مبسوطة؟ دي جمانة ووالدها معانا اهون، منورنا في العيادة في الزقازيق، وانا في مدينة دبي الطبية، مدينة دبي يعني في اخر اليوم، وبنسعد بان احنا نقابلهم النهارده. خلينا نشوف ايه حكاية جمانة ونشوف القصة ابتدت ازاي، يعني عندنا زي لقطات بسيطة كده لهم، وبعدين كده نرجع نتكلم في حالة جمانة كده. هنشوف جمانة كده. جمانة جت لنا كان عندها حول خارجي بنسميه حول وحشي، يعني هي كانت طالعة لبره. طبعا يعني كان المنظر بيقلقنا أو بيزعلنا شوية، ومزعل والدها جدا يعني. كانت بتلبس نظارة، وبرضه مع النظارة حتى الحول ما كانش بيروح، يعني الحول كان موجود بنظارة ومن غير نظارة. ده طبعا كان بيأثر على نظرها، كانت الشكوى الأساسية نظرها، تركيزها، أدائها في المدرسة، والأهم طبعا اللي بنسميه التنمر، أو إن الأطفال بيضايقوها بيقول لها إيه شباب الحول ده، أو إيه بسبب تنمر أكيد يعني كان الحول. فكان القرار الشجاع بقى من والدها إن إحنا طبعا إجهاد أثناء المذاكرة، كانت المذاكرة بالنسبة لها صعبة يعني. القرار الشجاع من والدها إن إحنا قررنا إن إحنا نأخرها في المدرسة. القرار الشجاع ان احنا خدناها العمليات، وكانت كيوم العمليات بتضحك، كان دمها خفيف يعني، مصورة الصورة دي من العمليات. بعد العملية على طول يعني عينيها كانت حمرا شوية من بره كده زي ما احنا شايفين، لكن اتعدلت، هي دي أهم حاجة. وإن شاء الله النهاردة جاي لنا عينيها عدلة تقريبا 100%، تصلح الحول واتغيرت كتير جدا، وده اللي احنا جايين نشوفه مع والدها النهاردة يعني. دي صورتها قبل العملية على الناحية الشمال، وصورتها بعد العملية على الناحية اليمين. يا ترى والد جمانة معانا هون في، شفت انت جمانة بقى قبل وبعد، جمانة شافت صورتها قبل وبعد، يا ترى حضرتك بتفتكر احنا عاملين عملية بقالنا قد ايه الأول؟ فكرني كده معلش. كان يوم 3/9 3/9 يعني من شهرين بس، لسه قريب يعني. أول حاجة ايوه بشكر قريب حضرتك طبعا جاي من مشوار بعيد وبالليل برضه الوقت متأخر وفي الشتاء، فبشكرك والله بجد على وجودك معانا جدا، يعني حاجة مش سهلة، ده اقل حاجة حاجه ممكن نرد على الجميل بتاع حضرتك. يا سيدي ربنا يخليك يا رب، ده من ذوقك بس الكابوس كان كبس على قلبنا الصراحه، يا سيدي ربنا يخليك يا رب، ما ده تحرمش كان منك ربنا خالص اولا وحضرتك ثانيا، والحمد لله والشكر لله. يعني. حاسس ان انت مبسوط بعد العملية؟ لا الحمد لله كتير، فضل ودعم من عندي الحمد لله. يعني الدنيا اتغيرت كتير مع جمانة بعد ما عملنا العملية، وتغير شكلها، اتغير كتير. طيب انا كتير هنشوف فيديو تاني لطفلة عندي اسمها ليلي، كنا عملنا عملية حول ومامتها بتعلق على نتيجة العملية، وبعد كده بقى نبتدي نسألك ونشوف تعليقك انت ايه مقارنة بليلي. خلينا نشوف ليلي كده اللي كانت كشفت عندي في العيادة. ليليا ان شاء الله زي القمر، ليليا كانت يعني عندي في العيادة وكانت عملنا لها عملية ان حول. شاء الله ان شاء الله يعني جميلة، منورة الكادر بتاع القمر يعني على الصورة فرق خالص، كبير صراحة فرق دكتور. كبير.
فبص عليها كده بيقول له يلا الحمد لله. احنا عملنا العمليه بقالها قد ايه؟ سنه تقريبا، تقريبا سنه. من سنه الحمد لله، وعينيها جميله ومعتدله، نقدر نشوف صورتها قبل وبعد كده. امسك دي كده لولو، يلا امسك كده بيبي. دي كان صورتها فوق نفس الحول تقريبا بتاع جمانه، عينيها طلعت بره. من فضلك الحمد لله. وتحت كانت عينيها اتعدلت، وكانت عندي في العياده كبير بعد العمليه كتير دكتور، اجتماعيا فرقت معي يعني صراحه، وحتى بين الاهل، بين يعني مناسباتها هي كمان كتير الحمد لله كتير. هي نفسها فرق معاها ولا انت؟ يعني زمان سمعنا مامتها كانت بتقول انها فرقت معاها اجتماعيا وفي المناسبات، وكانوا الاول بيتكسفوا يصوروها، بقوا فرحانين بعد ما صوروها. هي صراحه، ونحن الاهل وهي الاثنين استفادوا. يعني كانت طبيا يعني هي تتضايق اكثر شيء من يعني من العيون، بعدين لما بتشوف هيك رفقاتها يعني كان يزعلني هذا الشعور في اعياد ميلادها في صورها، اما هيك لا الله. الحمد لله. يعني حاسوا فرق كبير في صورها قبل وبعد العمليه وفي ادائها في المدرسه. اكيد اكيد. طب نشوف الدبدوب الجميل معاك ده ليليا. يلا فرجيه. شو بده؟ فرجينا على الدبدوب بتاعك ليليا بقى، كانت بتتكلم ببراءه كده. الله جميل. اسمه ايه الدبدوب؟ شو اسمه دكتور؟ شو اسمه؟ اوبلو. اوبلو ده اسم صعب، اسمه كان صعب شويه. بس ماشي. اوبلو اوبلو. هي جاي عشان عينه دكتور، حتصلحها كمان. كان جاي يقول عشان صلح له عينيه. اوبلو. طب ايه عايز، ايه عايز اعمل له ايه؟ اوبلو اصلح ايه في عينيه؟ قولي لي يعني ايه، مخلوعه ولا ايه؟ ايه اللي تعب؟ ايه المشكله اللي في عينيه؟ يلا what's the problem؟ قولي له what's the problem in his eye. لا ما فهمتش حاجه خالص. قالت انه لا بسيط دكتور، هي حكت قالت انه اخذته على سوريا وانكسر، وانا كنت زعلانه، قال بدها تاخذه على الدكتور اللي سوى لها عينها. عشان كده اليوم تذكرتها ونسيت تجيب نظارتها، بس تذكرت الدبدوب تجيبه. جابت الدبدوب عشان يصلح عينه. صلح عينه اليوم؟ جبت الدبدوب اصلح عينه؟ طيب جايبه صلح عينه زي ما صلحت لها عينيها، يعني هي كانت فرحانه ان انا صلحت لها عينيها. يعني ليليا هنا بتفكرنا ب والد جمانه، دي جمانه قبل وبعد هنا كده. ومامتها هنا كانت بتعلق وبتقول ان العمليه فرقت معاها وانها استفادت كتير. فهل ممكن بقى حضرتك تحكي لنا قبل العمليه كانت ايه المشاكل اللي عند جمانه، او ايه اللي كنتوا بتحسوه منها؟ المشاكل اللي احنا رحنا لكذا دكتور، ما فيش حد بيطمن، كل اللي يقول الحول ده بأثر عليها، العين بدأت تتكاسل، لازم نعمل تمارين، لازم نعمل ونعمل ونعمل، فما فيش حل. نضطر نفضل مع الدكتور ده بالست شهور وبالسنة، كل اللي تكلمه يقول لك لما تتكاسل نعمل تمارين، غط عين، نكشف عين، نعمل ونسوي. رحنا لغيره برضه في الزقازيق، ما فيش حل، ما فيش حد يطمن. رحنا مصر، فضلت بتبقى في مصر حوالي سنة، كل اللي يكلمه لا النضاره ديت وحشه نغيرها. طب ماشي نغير النضاره، بعد 3 شهور تيجي، نيجي بعد 3 شهور يقول لي بدات تتكسر تمارين. طب عمليه؟ يقول لي ما فيش عمليه. طب الدنيا؟ ما فيش حد بدي كلمه تطمن، بسبب اصلا ان دي بنت لها معامله خاصه، لها اصحابها ولها مذاكرتها ولها دنيتها، فكل الكلام كان يعني لحد بقى كان ترتيب ربنا اللي جت لحضرتك، وانت اول واحد قلت لي الدكتور ابراهيم. اولا قال لي العمليه هتفرق كتير. هتفرق فيها يا دكتور؟ قال لي احنا بدل ما نخسر وقت ونضيع في الفوضى، نضرب ضيع في نظرها، نكسب نعمل العمليه ونشوف. والدكتور اسامه برضه هو اللي مع حضرتك وهيقول لك الحل الاصح والاكيد. ودخلت لحضرتك بالصدفه، كان في اليوم ده حضرتك بتكلم مع حد غريب، ما واحد تقريبا، وكان دي زي ما تكون اشاره ربنا بعتها، ان هي عماله تقول لك يا دكتور العمليه غاليه، وانت تقول لها انا صدقيني كلمته في المركز وانا قلت ان انت اختي وده اقل تكلفه وهكلمهم تاني لو في حاجه انا هعمل. انا كنت جاي اصلا لا عارف انا مش صح ولا غلط، لا عارف انا هضيع بنتي ولا ربنا هيعمل. طبعا طبعا. كنت بقوله يا رب، لان انا الصراحه لفيت ابراهيميه، رحت زقازيق، رحت مصر، رحت ولفت كتير، وما فيش حد كان يقول لي كلمة بلري. كل اللي يقول دول العين بدأت تتكسل، النظر بدأ يضعف، ده لا هنغير نظارة، لا هنعمل، لا هنسوي. لما حد بعضها قلت لي احنا هنعمل عملية، قلت لك ماشي يا دكتور هنعمل عملية. طب يا دكتور قلت لي نسبتها كام؟ قلت لي في معظم الحالات مش هتقل عن، مش هقول لك 100%، 90%، وان شاء الله ما فيش اي حاجة. وفعلا كانت ترتيب ربنا، ما فيش 3 ايام بالظبط حجزنا العمليه ودخلنا، والحمد لله
والفضل لله اولا لحضرتك، ثانيا لكل مركز طبيبي كلهم جميعهم كلهم، ما فيش حد بص بصه وحشه ولا اتكلم. قمه مش هقول لك، اعتبر دول ملائكه الرحمه من الاخر. ده كلام جميل جدا يعني. طب انت كنت سمعت عني منين يعني؟ كنت حضرتك وصلت لي ازاي؟ صدقني يا دكتور، انا طبعا الشغل اللي انا شغال في مصنع وكده، فقاعد في النت لقيت دكتور اسامه حكيم زياره قريبه من 3/9 لحد 11/9 حاجه زي كده. فانا دخلت على رساله السياله وبعت رساله للمركز هنا، قالوا هنحجز لحضرتك ونكلم. الكلام ده كان قبلها بشهر تمام. زي اللي بيحصل دلوقتي كده حاليا. ف انا بعت رساله عادي مفيش اي حاجه، لقيت بعدها ب 15 يوم الدكتور اسامه بعد 15 يوم هينزل، فحضرتك هتيجي يوم من الحد، لا يوم السبت الساعه 6. فقلت لهم الساعه 6 انا من بلد بعيده وبلد ارياف، عشان اجي بنت الساعه 6 مش اقل الساعه 12 المره. قالوا خلاص يوم الحد تيجي لنا الساعه 3. قلت لهم مش تحت امرك الساعه 3. جيت الساعه 3 كان ترتيب ربنا بقى زي ما قلت لحضرتك كده، الترتيب مش ان احنا حظنا ان احنا نسعد بيك وبجمانه وان احنا نصلح لها الحوض، ونقابلك كمان النهارده نسمع منك القصه دي، لان طبعا يعني مع الزحمه والضغط في العياده انا يمكن ما سمعتش كل الكلام يعني، انا ببقى كل مركز فيه لحالة. هي لما قالوا لي هنا ان حضرتك عايز تشوفنا وتعرف اللي حصل بالظبط، انا قلت مش هتخلينا ده اقل جزء ربنا يرد من يخليك جمال يا رب. حضرتك اللي لا اتعاملوا معانا. بالعكس، وده الحمد لله انا انت كتبت صدقت لنا، ربنا يخليك. من يوم ما حضرتك حددت العمليه لحد ما بنت دخلت العمليات وطلعت وجبتها لك تاني يوم، انا اصلا ما كنتش بشوف النوم. ما ده اللي كنت عايز اسالك عليه بقى، كان ايه شعورك قبل ما تخش العمليات وبعد ما طلعت شفتها كويسه؟ يعني قبل ما تخش كان ايه احساسك؟ انا شعوري لا كان في اكل ولا شرب ولا كان حد عارف يكلمني في البيت، انا ذات نفسي بقيت اكلم كنت نفسي. خايف عليها قوي كده؟ انا كنت بقول لنفسي طب اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ هو ده طب كان انا اكتر سؤال دلوقتي. تعبك يا ترى، صح ولا وبعدين غلط؟ لما دخلت للدكتور ابراهيم في جوه قال لي دي بنت ولها معامله خاصه، ما تستناش ان حد يتنمر عليها ويقول لها كلمه. صح. ودي كانت اكتر كلمه انا حطيتها في دماغي ساعتها. طب دي اه بنت وانا جاي اصلح حوار، ما بالي لو حصل حاجه انا هعمل ايه؟ انا هروح فين بعد كده؟ صح. لما جيت عملنا العمليه والحمد لله كان خلاص زي ما كل طب لا، واحد لما طلعت من ميت. وسط العمليه كنت فرحان وانت شايفها لا قدام؟ ده كان واحد ميت والروح ردت فيه تاني، كان خلاص. يا احساس جميل. طيب انت كنت حاسس اكتر حاجه قبل العمليه كانت اكتر حاجه بتضرها ايه؟ يعني هل هو التنمر، ولا انت كنت حاسس ان مذاكرتها برضو متاثره، او ادائها في البيت متاثر بالرؤيه؟ انا الاستاذ بتاعها كانت تاخد عنده درس فراح بقعدها لوحدها، اكتبي يا جمانه سيبها، صدقني اكتبي يا جمانه اكتب. تكتب ايه؟ تكتب اللي تكتبه. يقول لي انا ذات نفسي البنت بتيجي تركز بالنظاره بص لها عيني راحت في ناحيه تانيه، انا مستحرم من اللي اقرص عليها، حرام عليك كفايه اللي هي فيه. طب يا استاذ، كانت يقول صعبانة لي عليه. قال لي انا بشوف بعين البنت بنظره بصعب عليها مش بقول لها حاجه، تعمله تلعب مع الزملاء اهم حاجه مش عايز فكفاية بقى اقرا. اللي هي فيه. هو يعني صدقني الراجل اللي حصل. ما كانش قادر يذاكر لها، وقالك بس كفايه الحول اللي عندها ده، هي كده يعني مش عايز يشد عليها اكتر من كده يعني، قالك الحياه شد عليها فما فيش يبقى الحياه وانا كمان يعني. لا هو بأمانة احنا ما خسرناش الا الوقت اللي ضيعناه في الفاضي، احنا كان لو ربنا بس هو برضه إرادة ربنا في كل شيء، ربنا اللي محدد الوقت والميعاد طبعا وكل كل حاجة. حاجه باوان، كل حاجه باوان طبعا اكيد يعني. بس هو وهم طبعا زي كانوا ما حضرتك قلت يعني، ان احنا كل ما بنبدر دايما اللي بنقوله، ان احنا كل ما بنبدر بحل المشكله، ودايما بكرر هنا سواء كان معايا او مع غيري، الموضوع مش يعني احنا بنتكلم على قرار يعني. يعني انا لما بكشف عند اي دكتور وانا عارف ان هو دكتور حاول وكويس ومطمن له، بننبه بنقول لاب الام خلاص خد القرار وتوكل على الله، لان ده حاجه مهمه لحياه ابنك او بنتك يعني. فالهدف الاساسي ان هو المبدا العام، ان انت لو في حاول لازم نصلحه، وكل ما ده كان بدري كل ما كان احسن اكيد، لانه بيبقى وقت ضايع من عمره وخسائر كتيره يعني، هيبقى شرحها صعب بس هي خسائر موجوده اكيد يعني، زي ما حضرتك قلت فعلا كده بالظبط. وقت بضعف الفرد. انا كان اولى سنتين ثلاثه دول كان هي استفادت في دراستها، بدل ما تبقى متاخره عن زمالتها لا تبقى هي ماشيه مع زمالتها متقدمه والحمد لله. بس هو طبعا رد في كل الحمد لله رد.
طيب كان في صعوبة بعد العملية في التعليمات وفي العلاجات، يعني لما كنت بتديها العلاج والحاجات دي كان في أي صعوبة، ولا أنت كنت حاسس إن العلاج سهل تديهولها ومفيش مشاكل وهي بتتقبلها القطرات، يعني العلاج نفسه كان تقيل عليك أو عليها، ولا كان الموضوع سهل؟ ولا كل ولا اي حاجه. انا بقيت اتصل على كذا مره في اي أو في اي اوقات، ارد عن لو مثلا العين ده حمرا اقول لي لا ده عشان العمليه والدنيا هتبقى كويسه الحمد لله. وفعلا كنت بقوله، كنت الاقي كذا واحد، وكل اللي هنا بامانه قمه خالص الاحترام، الموضوع اول زي ما لحد كلهم بامانه يعني، ولا صعوبه ولا اي حاجه، والدنيا تمام والحمد لله. الحمد لله. لكن كانت بتمارس كل حياتها عادي من تاني يوم، يعني من تاني يوم العمليات بتقالي لا كانت لا بتمارس كل حياتها عادي، لا في شاش ولا قطن ولا ربطة لا لا العين ولا منعنا من تدعك عينيها، كل حضرتك حياتها عادي. قلت لي ما تغطيش عينك، طلع اه ما بالظبط تغطيش كده. عينك، ما غطيتش عينك من بعد العمليات، ومن ساعتها الحمد لله يعني، الفضل ربنا اولا ولحضرتك ثانيا الحمد لله ربنا يعني. يخليك يا رب. طب احنا سمعنا في ليلي لما مامتها قالت الاهل، وكان جدها وجدتها فرحانين برضو، نفس الحكايه مع جمانه، يعني الجد والجده ووالدتها انطباعهم ايه؟ فرحانين برضو نفس الفرحه بالعمليه بتاعت جمانه وبالنتيجه يعني؟ أكيد أكيد طبعا يا دكتور، ده حاجة كويس لما يكون طفل قدام حضرتك عمره بضيع منها، مش عايز يسندها، فده كله بيفرق الثقة. طبعا يعني حسيت ان هي كلهم مبسوطين فعلا. والمشكلة الأكتر إن بقول لحضرتك رحت كذا كذا مركز وكذا عيادة لحد ما رحت مستشفيات في مصر، مستشفيات خاصة، يقول لي 6 شهور سنة. طب ما 6 شهور سنة، أروح بعد ال6 شهور يقول لي ده بعد بدأت تتكاسل عدة. طب ما في حد حتى يقول كلمة بالري، طب لا أنا نضارة وحشة غير نضارة، طب نعمل تمثال، طب يا دكتور قول لي عملية تكلف كذا ونعمل عملية، اديني مثلا قول لي النضارة دي كانت وحشة دي حلوة واللي جابت نتيجة خلينا ماشيين عليها، ما فيش حد يقول، كله تتكاسل تتعمل تتصور، فكل لا ده كان بيأثر بكتير على النفسية تحت ربنا الكل يخليك بتاعت. اكيد طبعا. صح. هو طبعا يعني يعني طب انت خلينا نسمع منك، انت لو انت بتنصح اي اب وام يعني حظه يعني او اراده ربنا زي ما بنقول ان ابنه يبقى عنده حول او بنته عنده حول، يا ترى تنصحه بايه؟ اولا يجي لحضرتك، ثانيا لو في عمليه وحضرتك امرت بيها او شايفها صح ما تاخرش لحظه، كل ثانيه بتضيع انت اب، انت ابن لو في ابنك غنى عن اولوياتك. ضياعها، انت في غنى عن ضياعها خالص. تمام. اقعد 6 اقعد سنه واثنين، وكل واحد يقول لي 3 و6 شهور، 3 شهور 6 شهور، طب ده كله ضعف الفاضي، والعين تتكاسل، طب تمارين، طب ده كله، طب انا مستني ايه؟ يعني هو ده اللي احنا دايما بنقوله دايما، ان احنا كل ما بنأجل الحول كل ما بيكون في اضرار كتيره، زي البعد الثلاثي، زي الكسل، زي التنمر، حاجات كتير بيفقدها الطفل، والاهل كمان حتى بيبقوا تعبانين نفسيا من ان هم شايفين ابنهم مش مظبوط، وبالتالي يعني الموضوع مؤثر سواء كان على الاهل او على الاهل. او زمان سمعنا ليلي يعني مامتها دي كانت فرحانه فرحه رهيبه، كانت تقول لك حتى في اعياد ميلادها لما تيجي تتصور مع صحابها ما كانوش يحبوا يصوروها ويتكسفوا، لان اصحابها عينيهم كويسه وهي عينيها محوله، وهي كانت تشوف الصور حتى تبقى متضايقه وزعلانه ومش فاهمه ليه شكلها غريب يعني. فبتبقى في حاجات لقطات بسيطه يمكن الناس ما بتاخدش بالها منها، لكن هي فعلا بتاثر على الطفل. يعني لما نيجي نصورها مع اخواتها او مع زمايلها ونشوف الصوره ونشوف الفرق، اكيد الاب والام بيزعلوا الاهل، وهو الطفل ساعات نفسه مع ما بيكبر بيبتدي يحس ان في حاجه مختلفه بينه وبين اللي حوالين منه. في الوقت اللي احنا يعني عملنا العمليه تقريبا في ربع ساعه، يعني خدنا وقت قد ايه من العمليات تقريبا؟ احنا ما كملناش مع بعض ايوه في العمليات حوالي ربع ساعة. ربع ساعه، وروحنا بعدها بساعه تقريبا، يعني في الاخر كل الموضوع كان لا ما ساعه. كملناش كده، انا كل حضرتك قلت لك يا دكتور البت متبنجة ولا لسه فيها بنج ولا، قلت لي احنا مش حاطينها بنج ولا مش عارف بنج موضوع البت ما فيهاش حاجة، بس كل الحكاية اللي هي شيب كانت حاجة عايزة تنام بسيطة خالص. أيوة بالظبط كده. قالت هي عايزة تنام ونامت، أصح قالكوا طب يا دكتور معلش رايحة جاية من المرضى يا يومين، راح جاية يومين صحي، خلوها كده نامي أحسن، قلنا مش خلاها نامي واطمنا والحمد لله خدنا الأمراض. بالظبط يعني احنا في ساعة كان الموضوع منتهي، وبعد العملية بتدعك في عينيها، بتلعب، بتجري، بتتنطط، ما يعني ما بنحوشهاش عن أي شيء، وده اللي دايما بكرره. لا في ألم بعد العملية، ما فيش ألم، كان في أي ألم بعد العملية؟ لا مفيش أي حاجة، ما ولا كانش في لثة أي ولا أي، ولا كنت في عملية معمولة أصلا.
ما احنا كنا هنعمل عمليه بالظبط يعني، ده اللي بقوله يعني، لا في لزقه ولا في الم ولا في قعده. بقول لهم تاني يوم لو عايز تروح المدرسه تروح، لو عايز تلعب، لو عايز تتحمل، لو عايز تعمل كل حاجه في الدنيا بتعمله. الحوار ان شاء الله بيتظبط، هنقول 90%. بعض الاحيان، بعض الاحيان بنقول ان بيتبقى شويه حول في بعض الحالات القليله، وبنخش نصلحه تاني في الاخر، بنوصل 100% بمشيئه ربنا يعني. وبس النتائج بقى واللي بنحصل عليه من التدخل ده بتبقى حاجه عظيمه جدا جدا، وبتفرق في حياه الاب والام والطفل قبل الاب والام، ده مدار حياته كلها بقى، مدار حياته كلها يعني. اتفضل. وقت كتير بيضيع انت في غنى عنه. بالظبط كده، بالظبط، دي احسن كلمه قلتها يعني. في وقت كتير بتضيعه من عمر الطفل ومن اعصابه ومن اعصابكو، ويعني ملوش اي لازمه خالص يعني، مفيش اي سبب يعني. انا لما بيجي لي الاب والام بيقول انا رحت كشفت في الحته الفلانيه، قال لي استنى لما تكبر. اقول له طب احنا هنستنى ايه؟ ما انت لو هو هتتصلح انا موافق، نستنى ان شاء الله 10 سنين، بس احنا بننتظر ايه يعني؟ في حول زي ما شفنا صوره جمانه قبل العمليه، الحول موجود، طب انا هستنى ايه؟ ما ده مش هيتصلح يعني، لا في تمرينات بتضيعه ولا في قطره ولا في مرهم، والنظاره اللي لبسناها ما ضيعتوش، طب انا ببقى مستني ايه؟ انا مستني ان انا افقد وقت اكتر وعدم استخدام العينتين مع بعض اكتر، ولا اخش اصلح زي ما صلحنا كده في ساعه ونقفل الباب ده؟ لو في نتيجه من الانتظار فاحنا بننتظر، مفيش اي حاجه في الدنيا لو في نتيجه. لكن لو انا احنا ما كلنا تعرضنا لكورونا وكنا عارفين ان في ضرر، بناخد العلاج على طول، ولما كان في تطعيم بنخش نطعم على طول، ما بننتظرش لما يعني، طالما نقدر نحل المشكله من بابها ونقفلها، طالما احنا عارفين ان الانتظار غير مفيد. بعض الاحيان قد يكون في بعض المشاكل الانتظار مفيد يعني، التواء في الايد او التواء في الرجل، الدكتور ساعات يقول ننتظر شويه تتعدل، مش بعض الاحيان بيكون فيه، لكن في احيان واضحه قدامنا جدا ان الانتظار غير مفيد يعني. انا هنا لو شفنا جمانه قبل العمليه وشفناها بعد العمليه، انا هستنى ايه؟ مفيش حاجه استناها، مش من دلوقتي. حتى لما يجي الاب والام يسالني يقول لي نعمل عمليه امتى، اقول لهم من سنتين فاتوا مش دلوقتي يعني، مش يقول لي يعني احنا دلوقتي، اقول له لا دلوقتي احنا متاخرين، ده المفروض من سنتين فاتوا او 3 سنين يعني، اول ما ظهر الحول بنعمل العمليه. فاحنا لو كان على التوقيت فهو كل ما كان بدري كل ما كان احسن لينا وللطفل ولكل حاجه في حياتنا يعني. فلا شك، لا شك ان الكلام اللي حضرتك قلته النهارده مفيد لينا جدا وذو قيمه جامده جدا، وبيكمل الرساله اللي احنا بنحاول نقولها دايما لكل اب وكل ام. وساعدنا بجمانه الجميله كده والعروسه الحلوه اللي معاها دي، عروسه، ورينا العروسه كده جمانه كده، شوف العروسه، فين العروسه الحلوه بتاعتك؟ ورينا العروسه، ايه حبها العروسه؟ حلوه العروسه؟ حلوه؟ مكسوف بقى ايه؟ كلميني بقى قول لي ايوه حلو. ودي حلوه؟ طيب حلوه العروسه، ماشي يا جواد. هي كويس انها جت النهارده والمشوار ده كله وشفناها معانا على التلفزيون. انا بنشكر حضرتك جدا جدا على وجودك معانا النهارده، وبشكرك على ان انت وجهت النصيحه لكل اب وكل ام، اللي بنتمنى ان هم يسمعونا بقلبهم وبعقلهم بالاثنين مع بعض، لان هم للاسف ساعات يبقى القلب شغال والعقل يوقف، او العقل شغال والقلب يوقف، لكن احنا بالعقل والقلب احنا مصلحتنا كلها في ان اي مشكله في ابننا بغض النظر كانت تحاول او غيرها، طالما الدكتور نصح ان احنا نصلحها بدري فاحنا بنصلحها، وبنرمي الحمل على ربنا ثم على الطبيب اللي احنا بنحط ثقتنا فيه. الف شكر لحضرتك، وان شاء الله يشوفك في الزقازيق ونطمن على جمانه تاني، واي حد بيجي نتعرف حضرتك ينورنا طبعا، وليه يعني وضع خاص ان شاء الله اكيد يعني. بس قول لنا من طرف جمانه ومالكش دعوه، بس قول لنا جمانه، بس كلمه السر جمانه. ماشي يا حبيبي، احنا لو الشكر ده لحضرتك اولا وكل مركز طبيب الثاني، ربنا يخليك يا رب على حسن المعامله وعلى الكلام اللي يطمن ويريح. ربنا يخليك يا رب. والله احنا برضو حاجه كويسه، حاجه احنا فعلا بنجتهد دايما انا والناس اللي معايا ان احنا نكون على قد ما يمكن يعني، لان في الاخر هي رساله يعني، وزي ما بقول يعني العلاقه بيني وبين المرضى بتبقى جميله لما بيكون فيها حب واحترام وتبادل. بعض الاحيان بيجنبنا التوفيق، سواء كان مع الزحمه او من الضغط بنقصر مع حد، او حد بيكون زعلان. فدايما بقول تاني وبكرر، يمكن قلنا المره اللي فاتت، اي حد زعلان او احنا قصرنا معاه سامحنا، ويرجع يتصل تاني بالمكان، ولو عايز يرجع يكشف تاني يشرفني طبعا على طول، وهيجي ومحدش، لا يمكن حد هيمنعه انه يرجع يكشف تاني. وحتى لو هو خلاص يعني زهق مني ومش عايز يكشف تاني وما عجبوش اللي حصل وحب يسترد كلمه الكشف، بيكلم برضه الناس اللي عندي بيقول لهم يا جماعه انا ما لا انا رجعوا لي الكشف يعني. يعني الموضوع مش موضوع فلوس او موضوع زي ما حضرتك سمعت وقلت انا بكلم المريض ولا باخد يعني، انا بعتبر خلاص يعني اللي بيني وبين المرضى بتوعي انا خدت حقي او خدت اللي ليا، لكن المريض ليه حقوق كتير عندي، ان هو يتعامل كويس، ياخد حقه كويس، ياخد نتيجه كويسه من العمليه. لو ده
الله لا قدر ما حصلش او ما كناش موفقين فيه، فاحنا بنبذل اقصى جهد عشان نوصل له. والحمد لله، الحمد لله دايما بكرر ان ربنا ما خيبش ظني لغايه النهارده، بكره بوصل ان المريض بتاعي يكون مبسوط 100%. بعض الاحيان بيجي مرضى على فكره يكشفوا عندي يعني من مشكله ما بتخصنيش، او حتى مشكله لا قدر ما لهاش علاج، احنا بنرجع لهم الكشف على طول يعني، لما ما بنترددش ان احنا نرجع الكشف لان احنا ما عملناش حاجه. فاحنا بيبقى الاساس في العلاقه ان احنا يعني نفيد الشخص اللي جاي لنا، لو هو حس ان هو ما استفادش او احنا حسينا ان احنا قصرنا معاه ده بيزعلني جدا، ولو حصل بيبقى عن عدم قصد اكيد يعني، وما بنترددش خالص ان احنا نرجع نكشف تاني في ظروف احسن ونهتم برضه او مع غيره. ولو زي ما قلت لو قصرنا بزياده قوي وخلاص بقى قفل مننا، فاحنا بنرجع له كشف. يا رب دايما تكون العلاقه بيننا وبين بعض كده زي مع حضرتك مع جمانه، ومره فاتت شفنا ادهم، ومع غيرهم وغيرهم اللي هنشوفهم في الحلقات الجايه وفي المقابلات الجايه، اللي هي للامانه انا مش بعملها للدعايه قد ما بعملها عشان انا نفسي بقعد سعيد يعني. انا بعد ما بقابل حضرتك كده واشوف جمانه واشوف صورها قبل وبعد واسمعك، انا بقعد يومين ثلاثه كده منتشي يعني، ببقى ايه عارف المشاكل الحياه والحاجات اللي برضه الجراحه لها ضغوط بتاعتها يعني، فعلا بنبقى مضغوطين في الجراحه وحاسين ان احنا شايلين حمل. بس الكلام الحلو منك ومن المرضى هو ده اللي بيخفف علينا ويخلينا نخش نعمل عمليات تاني واحنا مبسوطين وحاسين ان الدنيا كده احسن، وان احنا فعلا بنعمل حاجه كويسه. الف شكر ليك، وان شاء الله نتقابل على خير دايما يا رب. الف الف شكر. نرجع بقى نتكلم على تاني زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، هنكرر تاني ايه فوائد تصليح الحول. اول حاجه الرؤيه بتتحسن، لان الطفل بيستخدم عينين الاثنين فبالتالي بيشوف احسن. التركيز زي ما قال لك المدرس، هو بيذاكر للطفل ما بيبقاش عارف هو بيبص لي ولا بيبص للناحيه الثانيه، والطفل طبيعي لو بيبص بعين على المدرسه السبوره والعين الثانيه رايحه الناحيه الثانيه هيشوف ازاي الدنيا بتبقى ملخبطه، فبيحسن الرؤيه بيحسن التركيز. البعد الثلاثي، استخدام العينتين مع بعض بتعمل حاجه اسمها بعد ثلاثي، بتدي للاشياء عمق يعني بيقدر يشوف العمق بتاعها. والبعد الثلاثي ده هو اللي بيستخدموه دلوقتي في الافتراض الواقع الافتراضي والخيال الافتراضي والنظارات، وهيبقى له دور كبير في التعليم وهكذا. فده طبعا لو واحد عنده عين محوله ما عندوش البعد الثلاثي، الاطفال اللي عندهم عين محوله لما بيخش السينمات اللي هي في البعد الثلاثي ما بيشوفوش حاجه عدله، ومش عشان السينمات بس، حتى في المستقبل وعشان الوظائف وعشان الجيش والشرطه وكل ده. البعد الثلاثي من الحاجات اللي بيمتحنوها ولو سقط فيها ما بيخشش الحاجات دي وبيفقدها لو الحول موجود. راحت العينين والصداع، لان الطفل بيحاول يصلح الحول او الشخص نفسه بيحاول يصلح الحول، وهنشوف ده مع الناس هي نفسها بتحكيه، الناس الكبار اللي بيحكيوا لك انا كنت بحاول صلح الحول ده بينتج عنه صداع واجهاد شديد جدا. لما بنصلح له احنا الحول وبنشيل المجهود ده ما بيبقاش موجود. طبعا الراحه النفسيه وعدم التنمر ده حاجه مهمه جدا جدا، يمكن المره اللي فاتت سمعناها من ادهم شخصيا، يمكن الفيديو للاسف ما كانش طالع الصوت فيه، لكن هو نفسه كان بيقول الاطفال كانوا بيعايروني بيقول يعور او يحول، فعشان كده هو كان جاي عايز يعمل عمليه. في الفيديو اللي فات للاسف صوته ما طلعش، لكن ان شاء الله انا بحطه على السوشيال ميديا ونحطه وهو بيتكلم بيقول الكلام ده. وعلى فكره اكتر من طفل قالوا لي كده، وانا كنت مستغرب ان هم اطفال ويجي يشاور لي بعينيه كده واقول له انت عايز تعمل عمليه. الاطفال معظمهم بيخافوا من العمليات ده اكيد، ما بيحبوش النظارات ده اكيد، لكن عندي اطفال كتير جدا هتشوفوهم بيحبوا النظارات وجايين يعملوا العمليه، جايين يعملوا عمليه لان هو مش حابب ان الحول ده يبقى موجود. واهله يكلموني، والله لسه النهارده كان عندي طفل يقول لي ده هو اللي جايبنا النهارده عشان نصلح له الحول، هو اللي جايبنا عشان نصلح له الحول. التفاعل مع المجتمع طبعا بيبقى احسن، لان طبعا لما بيبص الناس بثقه سواء بيتعامل بيحس انه باصص لهم. كان عندي واحد النهارده لسه عامل له عمليه برضه هنشوفه في الحلقه الثانيه، وقلت له يعني انت جاي تعمل لي، انا زهقت بقى، كان عنده حاجه و20 سنه، فانا زهقت بقى انا بتعامل مع الناس وانا حاسس ان انا ثقتي مهزوزه بنفسي، وشويه الناس تقول لي انت مش نايم كويس وعينيك زايغه، والناس تقول لي انت مش مركز معايا، فقلت انا عايز احسن الاي كونتاكت او اعرف اتعامل مع الناس عين بعين يعني. فلا شك ان تصليح الحول له فوائد كتيره جدا. يعني العينتين يا جماعه ده عينينا الاثنين اللي ربنا اداهم لنا عشان نشوف بيهم الناس والناس تشوفنا من خلالهم، فهم حاجه مهمه جدا محافظه على كل عين، والاثنين مع بعض اللي هو تصليح الحول.